السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف اليوم الشابتر رقم 7. الشابتر هذا اللي هو عنوانه Distributed Forces Moments of Inertia. الشابتر هذا هنشوف آخر محاضرة اللي هي محاضرة رقم 6. هنشوف المومنت اوف انرشيا وفي ماس لما يكون يعني بارالل اكسس. هنشوف نفس الشيء المومنت اوف انرشيا متاع مجموعة من الأشكال اللي هي أشكال هندسية معروفة. هنبدأ بأول شيء بشرح المومنت اوف انرشيا لما يكون يعني عندك بارالل اكسس. المعطيات متاعت الجزء هذا بتقول انه الجسم هذا اللي هو عنده الماس متاعه ام بتكون يعني الاي بي بي داش يعني المومنت اوف انرشيا حول المحور بي بي داش بتكون يعني هي معطى بتكون معلومه. الهدف انا بنجيب الاي اي داش اللي هو المحور هذا اللي هو شايفين موازي للمحور بي بي داش ويبعد عنه مسافه دي. القانون بيقول انه الاي اي اي داش اللي هو يعني حول المحور اللي هو محور هذا موازي بي بي داش بيكون قيمه الاي بي بي داش بلس ام اللي هي الماس متاعت الجسم هذا في الدي سكوير اللي هي المسافه العموديه. يعني لما يكون عندنا يعني مومنت اوف انرشيا متاع ماس حول محور معين نقدر نمر للمحور الثاني، لكن لازم يكون يعني المحور هذا يكون يعني موازي ويكون يعني عنده مسافة عمودية اللي هي دي، نقدر نستعمل القانون هذا. طيب لو ناخذ المثال الثاني، مثلا لو ناخذ الجسم هذا مثلا نعتبر أنه الماس متاعه أم، لو ناخذ مثلا المحور إكس اللي هو المحور هذا، طبعا بتكون الآي إكس بتكون معلومة اللي هي القيمة هذه. طيب لو ناخذ محور ثاني مثلا موازي اللي هو مثلا المحور هذا اللي هو إكس إكس داش، المحور هذا موازي للمحور X لكن بيبعد عنه مسافة عمودية اللي هي المسافة هذه اللي هي طبعا اللي هي نص البي. لو عاوزين نجيب الـ I X داش طبعا هي حتى هنستعمل القانون هذا، حتكون الـ I X بلس الماس متاعت الجسم هذا في المسافة العمودية ما بين المحورين اللي هي نص البي، يعني حتكون بي على 2 قوة 2، يعني هذا هو الـ I X داش. يعني شفتوا كيف نقدر نستنتج يعني المومنت اوف انرشيا متاع اي ماس نحو محور يكون موازي للمحور الاول. طيب الحين حنشوف بعض المومنتس متاعت بعض الاشكال اللي هي معروفة اللي هي عندها ماس ام، مثلا الشكل هذا الاول، الشكل الثاني، الثالث، يعني هي اشكال مختلفة كل شكل بتحصل الاي واي والاي اكس والاي زد. طبعا في بعض الاحيان بتكون يعني متساوية قيمة المومنت اوف انرشيا، يعني هذه بتكون يعني أمثلة بتكون يعني يمكن نحتاجها في بعض التمارين. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، ونكون بالمحاضرة هذه أنهينا الشابتر الرقم 7، وإن شاء الله في شابتر قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.